عليكم. السلام عليكم إخواني أخوات، مرحبا بكم في فيديو من سوق الأربعاء ولاد سعيد بتاريخ 28/4/2021. أكيد يرسلنا هذا أخي عبد الله. هذا سداس سداس في حال ولا يليق كل شيء يا عبد الله؟ 58,2900 درهم. تبارك الله ما شاء الله، 58,000 ريال يا إخوان، تبارك الله زوين، بابا بير. ليه يا إخوان هذا؟ تبي تبغى خالد؟ ها؟ الله يسخر. اللهم بارك يا إخوان زوين، تبارك الله الله يسخر. الجملة جملة جملة 2100 41,000 جملة 2100 اي فيها 30 هاد البارك هاد و10 هنا وبقى 20 في الدار. اي 10 هنا وبقى 20 في الدار. خلي لي من تصور معاهم لو كانت عندك قلم في الدار. عدوا عدوا التيليفون، عدوا 0641. لا قول لك قول لك 0641 20 23 43. عاود عاود 06 هي 41 20 23 43 السميه اللي يجي عندك. خالد قدانا، خالد قدانا غير هنا في النواحي تاع ولاد سعيد. 41,000 ريال سعيديه دي من ولاد سعيد. نيت من ولاد سعيد. سعيد سوبر ديالك. اللهم بارك. ندورو مع اخوان خلا النمره هي 41,000. تبارك الله. نشدوها مزيان باش تبان لكم السلعه اخوان، واللي بغى شي حاجه يتقد على خالد من قدانا الله يسخر له. تبارك الله. خرفان راه كلشي سنا الحليب، كلشي سنا الحليب، كلشي سنا الحليب وزوينين اخوان. اللهم بارك. الله يسخر لكم، الله يجيب لكم التيسير ان شاء الله. ها انتم الشو، ها هي السلعه ديالهم. يبغى شي حاجه يتواصل معاه يعيط لي. ها قلت لهم اللي بغى شي حاجه يعيط ليكم ان شاء الله يقضي معكم الغرض. الله يعاونكم. تبارك الله عليك. كدير السن مع احمد خويا ديك الصور 2300 بالنسبه للسن. سن الحليب، سن الحليب اخوان 2300 درهم 46,000 زوينين. اللهم بارك اخوان، سلعة زوينة. الله يسخر خونا، الله يجيب ليه التيسير. ما خيرات تبارك الله. 40,000 ريال اخوان، كلشي سنا الحليب ديال الصديق ديالنا عبد العاطي. الله يسخر ليه، الله يجيب ليه التيسير. هذه يا اخوان هي السلعه ديال الصديق ديالنا عبد العاطي. هذه صغيره شويه على الاخرى، صغيره شويه على الاخرى. سيسنا الحليب 1950 ديال الدرهم. 1950 درهم. كيداير السوق في الخروف كسابي اللي كتوجدوا للعيد؟ حرك شويه الثمن، شويه الثمن مناسب عبد العاطي. الثمن مناسب 39. انتم يا اخوان 39,000. اللهم بارك، الله يجي يسخر لي، الله يجيب لي التيسير. تبارك الله ما شاء الله. كاين اختها بالنسبة للناس اللي يعرفوا عبد العاطي اخوان، راه يتواصلوا معاه كليان ديالو، راه عنده كليان ديالو. او ما تيبغيش يخليها اخوان النمرة ديالو الصراحة، هادشي اللي كاين كيبزطوه. المهم الله يسخر لي تا هو، الله يجيب لي التيسير. تبارك الله، هي السلعة مليحة وزوينة وباقا صغيرة. الله يسخر عبد العاطي وتبارك الله، كنشكروك على دائما اخوان كيتعاون معنا. الله يسخر، الله يسخر ليه، الله يعاونو، ما عمرو خسر لينا صراحة. هادشي اللي كاين الله يسخر ليه، الله يجيب ليه التيسير ان شاء الله.
تبارك الله عليكم يا اخوان، وتحيه لكم فين ما كنتوا في المغرب ولا خارج المغرب. نتمنى هذا رمضان ان شاء الله، اليوم واقيلا 15 الله يرزق الصحه والسلامه، وتبارك الله عليكم نهاركم بخير. هذا ديال الصديق ديالنا عبد المجيد، تبارك الله. كي دايره في السنوة عبد الله؟ هذا الثاني الاخوان فعلا ليه تمام 66 3300 ديال الدرهم. والصديق ديالنا عبد الله تاهو غادي يخلي النمر ديالو. كانوا قالوا لي شي اخوان في التعاليق اذا كانت شي عمليه تاع النصب ولا شي حاجه غادي يدونا للحبس وداك الشيء، وغيطلعونا ويسولونا، ولما انا ما كنتحملش مسؤوليه كنعطيكم نمره التليفون يخليها السيد جيو شوفوا السلعه قلبوها، عجبتكم مرحبا، ما عجبتكمش جوج مرحبا، مرحبتين، والله يسخر الجميع. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، المهم انا غنبقى نحط النمره، واللي باغي يبيع يشري ضروري كيجي يشوف السلعه ويجي مع شي واحد كيعرف يقول لي ياك السي رشيد. الله يحفظك الله يبارك، خلي لهم النمره عبد الله. ها ياسين يلا قول 06 66 58 08 24 عبد المجيد ولاد سعيد. أيام مرحبا في أي وقت. مرحبا في أي وقت. هذا إخوان خير كان تاهما كسابين، هذو يوصلوا في العيد بريطانيا يكونوا ناضي دارد دار. هذا بهذا الربعة الثمن ديالهم جملة. هذو عاطينا فيهم دابا 35 اللي ثابتة. ثابتة فيهم 1750 ديال الدرهم. المهم غادي تخلي لهم النمرة ديالك إلا ما تباعوش ولا شي حاجة، وزاد نمشي مرضية بيا. 06 82 51 87. شحال قلت لي؟ 51 81 97. صورا غادي نشد عليهم هادو 35000، نشدو على هادو مزيان نبينو. زوينين تبارك الله. انتم اخوان اللي بغا يتقبع على بريطل فين الجمعة فوق ياك ولا لا؟ الله يسخر هذاك مشى عندهم. غندوز على الكبار اخوان، غنمشي من اللي نشد على هادو اللي ما تيبانوش. دابا وحنا بينا هادو ديال 35 غادي نمشي عند الكبار شويه نشوف الثمن ديالها تا هما. النمره راه خلاها لكم بريطان. الله يسخر لي الله يجيب لي التيس. هنا كي داير نستنى ما كاينش واحد تني والو فري هذاك فري سنة سنة اللي فعلا يا اخوان لا نار تمام تمام. عاطيني 44 2200 عاطيني جملة. انت شحال باغي؟ شحال هذا؟ 44 هذا مليح هذا. انت شحال كتقول؟ 3048 2400 شريكنا كيدير الثمن في العجل اليوم؟ ها لا كاين الثمن، كاين مزيان كاع فيها الثمن. شي حاجة مليحة فيها الثمن؟ لا هي كتباع. كتباع. هادوك هما ديالك؟ لا. ماشي هادو عندهم السلعة الله يسخر لهم، ما جاو من تيسير. تبارك الله.
نحاول نجيب لكم اخرى تاعي نشدو. رباعيه تبارك الله يجيب كل تيسير ورباح ان شاء الله. ثم اخوان هذه النعجه جايه مع والد اخر مولاي تيقول 1700 ديال الدرهم 34. قول لي كيفاش السوق في النعجه؟ انت راك شويه السوق النعجه كاين الثمن ديالها محرك واقف السوق راجع في النعجه. النعجه السوق راجع خروف والحوليه اللي كاين الثمن خروف والحوليه كاين الثمن راه ولا شويه العبطه شدري شدري يا هو راه كان وجه تاري ومنور ساعه شارين شي فهاد الايام غادي تبان والله يجيب لي التيسير يجيب لي التيسير الله يجيب لكم حتى انتم التيسير في الشيء ان شاء الله تبيعوا من الخرني. الخروفات كسابية كسابية سمعتو كسابية ثمن جو ثمن ثمن سبقة ثمن سبقة ثمن سبقة ثمن سبقة ثمن سبقة ثمن سبقة 26 26 كيدير الثمن في الكتابيه حولي الملح من هنا لا الثمن طالع زعما في السوق مزاقي كيدير الثمن ديالو مزيان 30000 الثمن ديالو الشاري قليل فلوس قليله جاي الحصاد وجاي شلا مصاريف داخله فلوس قليله شويه ما كاينش الشاري ما كانش يدير الملح كانش يدير فعلا فلوس قليله فلوس قليله قضيه مدايره شويه كاين الحصاد كاين شلا شلا مصاريف الله يسخر الله يجيب التيسير هذا راه الصديق ديالنا هو اللي عيط لينا الله يعاونكم الله يجيب لكم التيسير تبارك الله عليك خويا الله يحفظك الله يجيب التيسير يا اخوان 17 راه بوحدها اللي مبغيه هذه عند الواقع 17 انتم باغيين تبيعهم بجوج بثلاثة الله يسخر لكم الله يجيب التيسير تبارك الله عليك خويا الله يحفظك نشكرو تما يا اخوان هذو راه حوليات اللي يقول لك سيبه واللي يقول لك زير بجوج هذا غير الحكومة نايقين كوك كيفاش الثمن في الحاولية؟ الثمن اليوم دخلت السلعة الصباح كان الثمن ودوك دخلت السلعة الصباح دخلت السلعة الصباح الثمن شوية ثقال الصباح اش هادو شحال دابا الجملة ولا لا؟ خاصني جملة 67000 ريال وقف وقف الحاج كبير الحاج جملة هما 5 ب 67000 ريال 3305 5 هما 5350 الله يسخر لك الله يجيب لك 3350 اي الله يسخر لك الله يجيب لك التيسير ان شاء الله الله يعاونك الله معك تبارك الله عليك الله عليك رمضان مبارك الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله عليك خويا زوين الناس حواليات كسابيات واللي يقول كل شيء بزاره الله يسخر لك هذا اخوان نعزات والدات كل وحده والده زوج لا وحده متوما زوج وحده والده جديده متوما زوج وحده والده جديده هادو ديال الحليب داو الحليب راه تعال شد روحك انا غادي نشد روحك خليها خليها ما يبيش قول معايا اخويا تعال تعال اخويا كي دايره في السنه سداسه كيف سداسه لا غادي نديرهم في التلفاز عشيه ان شاء الله ليوسف ان شاء الله الثمن شحال؟ 56 بيناتهم 56 2800 درهم طالب الله يسخر لك الله يجيب لك التيسير صراحة زوين يبانو في التلفاز عشية؟ ها في يوتيوب إن شاء الله نشوف يبانو في يوتيوب أي أخويا الله يجيب لك التيسير والرباح إن شاء الله زوينة تبارك الله واش قال العلوة؟ خويا الجنة قاعدك باقا ما كملت باقا تحن حتى السوق هنو مازال مازال الله يسهل والله مزيان راه كيقرب من المواطن السوق الله يحفظك خويا كيطلع لي سوق اخوانا هو مول النعجات غادي يخلي النمرة الا ما تباعوش ولا شي حاجة يتواصل مع شي واحد الا عجبو راه زوينة تبارك الله ما شاء الله تبغي تشوف ولادو حتى هما راه والحليب كيحلو مزيان كيحلو راه تهدرو على الوضع
الله تبارك الله. صافي 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 خلينا من المرا خويا الله يرضي عليك. 0676 0676 79 79 0337 قديم مع عبد الرزاق قديم 0337 اعطينا 46 قطعناهم ب 50 600 جواد جواد فين يجيو عندك انا ولا 90 اولنا واحد ديال ولا 90 انا واحد ديال 90 بس خلي الله يجيب لي 90.